بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون مشروب الطاقة السحري لزيادة معدل الذكاء والتركيز وتقوية الذاكرة، كمان هيعالج النسيان والخمول والكسل. المشروب ده بيكون مفيد جدا للصغيرين والكبار وخاصة للولاد في فترة الامتحانات. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. اول مكون عندي في الوصفه هيكون الموز، والموز بيكون غني جدا بالحديد فهيكون مفيد في حالات فقر الدم او الانيميا، كمان بيعتبر مصدر طبيعي للطاقه وخصوصا الطاقه اللي بيحتاجها الجسم كل يوم الصبح، كمان بيكون غني بالبوتاسيوم اللي بيعمل على تنظيم الدوره الدمويه وبيكون مفيد جدا للامساك، كمان بيعمل على التخلص من الغثيان او القيء لان هو بيكون مهدئ للمعده وبيخلصك من الشعور بالحموضه وبيخفض جدا نسبه الكوليسترول. هحتاج بقى لحبه واحده بس من الموز، وهبتدي بقى دلوقتي اقطعها لحلقات. قطعتها بقى الحلقات بالشكل ده، وبعدين هجيب الخلاط وابتدي بقى اضيف فيه حلقات الموز اللي انا قطعتها. المكون التاني عندي في الوصفة هيكون اللوز، واللوز بيعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، كمان بيساعد على زيادة التركيز وبينظم مستوى ضغط الدم وبيقلل من اضطرابات المعدة وبيكون مفيد جدا لصحة البشرة والشعر. هحتاج بقى لعمل الوصفة لسبع حبات من اللوز، والكمية دي بتكون كافية جدا. بعد كده بقى نطحن سبع حبات اللوز دول في مطحنة التوابل لغاية ما تبقى بودرة ناعمة بالشكل ده، وهجيب بقى الخلاط وابتدي اضيف على الموز اللي انا ضفته في الاول اللوز اللي انا طحنته. المكون اللي هضيفه بعد كده هيكون التمر، انا جبت التمر وشلت منه النوى وطحنته ناعم جدا، وانا هستخدم هنا سبع حبات من التمر، دي بتكون سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والتمر بيكون كنز من الفوائد لانه بيكون غني جدا بالحديد فبيعالج فقر الدم او الانيميا، كمان بيعالج الامساك وبيقوي الجهاز العصبي وبيمد الجسم بالنشاط، كمان بيقوي جهاز المناعه وبيزيد افراز اللبن للام وبيقوي عضلات الرحم وبيسهل الولاده، كمان هو بينظم ضغط الدم وبيهدي الاعصاب واوصانا به الرسول عليه الصلاه والسلام. هجيب بقى دلوقتي الخلاط وابتدي اضيف المكون الثالث وهو التمر. المكون اللي هضيفه بعد كده هيكون الزبيب، والزبيب بيكون غني جدا بفيتامين سي اللي بيقوي المناعه، كمان بيكون غني بالالياف والمعادن وبيعالج فقر الدم وبيمد الجسم بالنشاط وبيقوي الذاكره والذكاء وبيعالج الامساك والبواسير، كمان بيمنع تسوس الاسنان وبيكون مفيد جدا للنظر والهشاشه العظام، وبيكون غني بالكالسيوم وبيكون فاتح للشهيه. انا هحتاج بقى في عمل الوصفه لمقدار معلقه من الزبيب. ابتدي بقى اضيف معلقه الزبيب على باقي المكونات اللي انا حطيتها في الخلاط. المكون الاخير عندي في الوصفه هيكون الحليب، والحليب بيكون غني جدا بالكالسيوم اللي بيقوي العظام والاسنان وبيمنع تسوس الاسنان، كمان بيساعد في بناء عضلات الجسم الاحتواء على البروتينات، كمان هو بيكون مهدئ للاعصاب ومضاد للحموضه وبيكون مفيد جدا لترطيب البشره وبيقوي جهاز المناعه. انا هحتاج بقى في عمل الوصفه لكوبايتين من الحليب او نص لتر من الحليب. ابتدي بقى اضيف اخر مكون عندي هو الحليب على باقي المكونات اللي ضفتها في الخلاط، وبكده خلاص اكون ضفت كل المكونات. هخلط بقى كل المكونات دي مع بعض لغايه ما تتجانس كويس جدا. بيكون بقى شكل المشروب بعد ما خلطته كويس جدا واندمجت كل المكونات مع بعض. انا اكتفيت بالسكر اللي موجود في التمر، بس انت لو حابه انك تزودي التحليه ممكن تضيفي معلقه واحده بس من العسل، وبتضيفي العسل مش بتضيفي السكر عشان المشروب يبقى مفيد ويكون صحي. نضيف بقى دلوقتي المشروب ونشوف قوامه. شايفين قوامه؟ وده بيكون بقى الشكل النهائي لمشروب الطاقة. المشروب ده بيكون مزايا بلا حصر لصحة الجسم والبشرة والشعر. المشروب ده بقى بناخده كل يوم الصبح على الريق، وبنداوم على تناوله بانتظام كل يوم الصبح على الريق، بيكون مفيد جدا للكبار وللصغيرين وخاصة للولاد في فترة الامتحانات. المشروب ده بيكون مشروب سحري ونتائجه وهمية في زيادة معدل الذكاء والتركيز وتقوية الذاكرة، وكمان بيكون علاج للنسيان وللكسل والخمول وخاصة عند الأطفال. كمان المشروب ده بيكون طعمه محبب جدا وخاصة للأطفال الصغيرين، فمش هتلاقي أي صعوبة في إن هم يشربوه. المشروب ده بيكون كنز من الفوائد والمزايا، لازم ما نستغناش عنه وندوم عليه بانتظام كل يوم الصبح على الريق، للكبار وللصغيرين وللأولاد في فترة الامتحانات، لأن هو بتكون نتائجه هايلة جدا في زيادة معدل التركيز والذكاء، وكمان بيقوي الذاكرة وبيخلصك من النسيان والخمول والكسل.
المشروب ده بيكون عادي جدا ان احنا ناخده بانتظام كل يوم الصبح على الريق، بيكون امن جدا في الاستخدام للكبار وللصغيرين، بالعكس فوائده بلا حصر لصحة الجسم والبشرة والشعر. اتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.